صديقي العزيز واش مزيان اونفون صافي مزيان لا بارك الله فيك واش كده مع السبور شاك فك اشنو هو السبب هذا اللي خلاك تحب هذا السبور هذا وتبدا البدايات كنسى العمل ديالي ستريس كنبعد من الناس وليت ملي كبرت فلاش ديالي وليت كنبعد من الناس كنلقى راحتي في السبور بحال جدا ولي السبور دابا واش عزيز عليك تريني جروب ولا تريني راس ولا سا ديبو بعض المرات كيعجبني نكون مع الجماعه بعض المرات كنبغي نتريني بوحدي ملي كتريني شنو هما الحوايج اللي تخلي فيهم وما بقيتيش كتحس بان كنحتاج ليهم يعني ملي كدير سبور شنو تخلي فيهم المرافقه الناس كانوا زمان عندي اصدقاء بزاف وكان العقل ديالي تالف مع هذا ومع هذا ومع هذا وكل واحد خصك تخليه بخاطره معنا شويه اجتماعي وكنهضر وكنحركي وهذا فولفوا فيا داك المواصفه مزيان دونك وليت انا الى ما هضرتش ولا كنلقى مشاكل معاهم مالك ياك اللهم بديت كنتبع قضيه ديال الرياضه التحيز من ناحيه الرياضه والعمل واش درتي التوافق على بوكو كيعاوني مزيان انا الرياضه عندي بحال شي سوق خادي يعني منشط كيعطيني الانرجي بزاف لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.